السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء قناة المدرسة الربيعية، مرحبا بكم في دروس الأسبوع 23 في مادة العربية للسنة الخامسة ابتدائي. إذن التراكيب، النعت الحقيقي. أقرأ وألاحظ. سأل أحمد جده: هل القمر نجمة كبيرة؟ أغمض أحمد عينيه بيديه الصغيرتين: النجوم هي كتل من الغاز المشتعل. أخذ أحمد يتأمل النجوم المتألقات. أحلل، أتأمل الجدول وأكمل تعبئته بما يناسب. الجملة: المنعوت، النعت، المطابقة. إذن سأل أحمد جده: هل القمر نجمة كبيرة؟ من هو المنعوت هنا؟ ما هو المنعوت؟ هو نجمة. بماذا نعتت النجمة؟ بأنها كبيرة. المطابقة، الرفع، نجمة مرفوعة، كبيرة مرفوعة. التنكير، نكرة، نجمة نكرة، النعت كبيرة نكرة. التأنيث، نجمة مؤنث، كبيرة مؤنث. الإفراد، نجمة مفرد وكبيرة مفرد. النجوم هي كتل من الغاز المشتعل. إذن النعت هنا هو المشتعل. وما هو المنعوت؟ الغاز. الغاز. إذن ماذا غاز أريد أن أقول. غاز، ليس غازي، غازي. الغازي، هاي الغازي هنا. النعت هو المشتعل. وما هي أوجه المطابقة هنا؟ الغازي كيف حالها؟ هل هي مرفوعة؟ مكسورة. إذن الجر أو الكسر، الجر. إذن الجر. كذلك التنكير، هل هي نكرة؟ نعم. لا. لا. نعم، هي ماذا؟ هي لديها ال، إذن ليست نكرة بل هي معرفة. معرفة. إذن الجر، المعرفة. هل هي مؤنث؟ الغاز مؤنث أم مذكر؟ مذكر. مذكر. المشتعل الغاز هل هو نعم مفرد أم جمع؟ جمع. مفرد. غاز مشتعل، الغاز المشتعل مفرد. الإفراد، أغمض. الغاز، أنا أتكلم هنا عن الغاز، هو المنعوت. أغمض أحمد عينيه بيديه الصغيرتين. إذن المنعوت هنا هو يديه. وماذا النعت هنا؟ الصغيرتين. انظر هنا اختلاف. يديه هل هنا الجر، يديه مجرورة، الصغيرتين مجرورة أيضا، تجر المؤنث ويرفع المثنى بالألف وينصب ويجر بالياء. التعريف، يدي من؟ يدي أحمد، لذلك فهي معرفة. نعرف يدي من؟ يديه، يدي أحمد الصغيرتين. التأنيث، لأن اليد اسم مؤنث، يدي تؤلمني. إذن الصغيرتين أيضا مؤنث، تأنيث.
والتثنية يعني ليست إفراد وليست جمع، هي تثنية. يدين، يديه الصغيرتين. أخذ أحمد يتأمل النجوم المتألقات، النجوم المتألقات. إذن هنا المتألقات هو ماذا؟ هو النعت. وما هو المنعوت؟ النجوم. النجوم، أحسنت. النجوم المتألقات. إذن ما هو ما هي أوجه التطابق هنا؟ النجوم المعرفة. المعرفة. المعرفة، أحسنت. النصب، النجوم منصوبة. المتألقات لا، ليست منصوبة. إذن هذا ما في التطابق. المعرفة هنا النجوم، نجم مفردها النجم مذكر، وهنا متألقات جمعها جمع أنت سالم. إذن ليس نفس، إذن التأنيث ليس هو نفسه، ولكن هنا جمع، جمع ليس نفس الجمع. الجمع نعم، نجوم متألقات فهو جمع، لكن التأنيث أو التذكير ليس مطابق. أخذ المعرفة والجمع، المعرفة والتجميع. نعم. أخذ أحمد يتأمل النجوم المتألقات، نفس الجملة. النجوم المتألقة، إذا كان المنعوت جمعا لغير العاقل جاز في نعته الإفراد. إذا كان المنعوت جمعا لغير العاقل، النجم ليس عاقلا، إذن المتألقة ليست وليس المتألقات. يمكن أن نقول أخذ أحمد يتأمل النجوم المتألقة. سنتج النعت اسم تابع يصف اسما قبله يسمى المنعوت. يتبع النعت المنعوت في رفعه ونصبه وجره وفي تعريفه وتنكيره وفي تذكيره وتأنيثه وإفراده وتثنيته وجمعه. إذا كان المنعوت جمعا لغير العاقل جاز أن يكون نعته جمعا أو مفردا. أطبق، أركب جملة مفيدة تشتمل على نعت. أستثمر، أولا أقرأ النص الآتي وأبين فيه كل نعت ومنعوته وأذكر فيما طابق كل نعت منعوته. أتخيل نفسي رائد فضاء يطير خارج محطة فضائية. ألقي نظرة شاملة. إذن هل وجدت وجدت نعت؟ نقل شاملة. نظرة شاملة ومحطة فضائية. محطة مؤنث، فضائية مؤنث. محطة نكرة، فضائية نكرة. محطة مجرورة، فضائية مجرورة. محطة مفردة، فضائية مفردة. ألقي نظرة شاملة، نفس الشيء، من الفضاء على منظر الأرض البديع. البديع، والبديع. نعم، ما لا، البديع هو المن، هو منظر، منظر الأرض، منظر الأرض. من هو البديع؟ هو المنظر، منظر الأرض، منظر الأرض. إذن هو معرف لأنه منظر ماذا؟ منظر الأرض. البديع معرف أيضا، منظري مجرورة، البديع مجرورة. منظري مفردة، البديع مفردة. منظري مذكر، البديع مذكر.
إنها تبدو كقطعة رخام تلتف حولها سحب بيضاء. سحب هنا غير عاقلة. إذن إذا جمع سحابة إذن يمكن أن النعت أن يكون مفردا. ثانيا أجعل الكلمات الآتية نعوتا في جمل مفيدة. الصغيرة مدهشا، كبيرة، الجديدات، الحاضرتين، المهذبون. ثالثا أعرب انظر إلى النجوم المتلألئة في السماء. شكرا لكم أصدقائي على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.